بس شو اللي ممكن يزعلك يومي؟ شو اللي ممكن يجرحك؟ كتير قصص بتزعلني وبتجرحني، بس الزعل عندي له توقيت. يعني أنا بعرف إنه أنا اليوم زعلت لازم بكرة أمه خلص ناسي كل شيء. أنا زعلي له توقيت، لو أشخاص، لو أنا ما بحس في شيء بزعلني، يعني لأني ما، يعني أنا عندي عائلتي أهم شيء بحياتي. غير عائلتي ما في شيء بزعلني. اللي رايح الله معك واللي جاي أهلا وسهلا. ما في شيء بزعلني. ليش اخترتي دبي؟